الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الأبد الأبدين ولدهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب على أسئلة من يسألون حول كتابنا المقدس، وما زلنا في سفر المزامير، والنهاردة الحلقة 16 أو جزء 16. وحابب أجاوب على سؤال سألوا البعض، اللي هو حول جزء من مزمور 45، اللي هو تقلد سيفك على فخذك. اللي بيسأل بيقول إن هي دي النبوءة عن حد تاني غير السيد المسيح، مش نبوءة عن المسيح، نبوءة عن حد تاني غير السيد المسيح. فحابب أنا أجاوب على هذا السؤال. عشان كده هنشوف مع بعض زي ما احنا متعودين، لما حد بيسأل أي سؤال في كتاب المقدس وبيذكر جزء، بنجيب الجزء اللي قبليه واللي بعديه، لا نقتطع بس كلمتين أو سطر أو جملتين أو جملة أو أيا كان عن السياق ويطلع بيه بمعنى غير المعنى الذي يريد أن يوصله لنا الكتاب المقدس. ده مزمور، جزء من مزمور 45، اللي هو فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء للملك، لساني قلب كاتب ماهر. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. تخلت سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهائك، وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق وادع بالبر، فتريك يمينك مخاوف، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. وإلى آخر هذا المزمور أنا هرجع ليه مرة أخرى، هنقرأ مع بعض كله عشان نشوف المعنى بأكتر وضوح. بسرعة، هذا العدد اللي هو عدد 3 في مزمور 45، تقلدك سيفك على فخذك أيها الجبار. من أراد أن يشير إلى أنه ده بيشير إلى حد تاني أو نبوءة لحد تاني أو رسالة عن حد تاني، اقتطع الجزء ده زي ما احنا شفنا من وسط السياق. فالكلام زي ما شفنا بيقول فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء الملك، لساني قلم كاتب ماهر. والجزء اللي بعديه كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قديب استقامة قديب ملكة. فأنا بتكلم عن الله، كرسيك يا الله. فأنا واحد بتكلم عن الله، مش بتكلم على إنسان عادي. وده من المزامير اللي بتشير إلى السيد المسيح، أو بيسموها المزامير المسيانية، أو اللي فيها نبوات عن السيد المسيح له كل المجد. فهنا المزمور بيتكلم على السيد المسيح، لا يتكلم على آخر. وهذا الجزء اللي هو كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قديب الاستقامة قديب ملكك، الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين الأصحاح الأول عدد 9 وعدد 8، عدد 8 وعدد 9، بيشير إلى هذا الجزء، بيشير إلى هذا الجزء. وأيضا في إذا كان بيشير إلى هنا حزايا أو ملكات أو عروس، فدي إشارة إلى الكنيسة، عروس السيد المسيح. وهنشوف مع بعض في سفر الرؤيا 21 عدد 2، ونبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، إشارة لإبليس وجنوده والذين أثاروا غضب عندما قاوموا السيد المسيح له كل المجد وإنجيله، في سفر الرؤيا أصحاح 19 من عدد 11 إلى عدد 21، هنشوفه مع بعض. فهو لا يشير إلى أي
نبي أو رسول أو أي حد، لكن ده من المزامير المسيانية، المزامير التي تشير إلى السيد المسيح له كل المجد. دي إجابة سريعة، وهقرأ معاكم ما هو جاء في رسالة العبرانيين أصحاح الأول من عدد 5 عشان نفهم الموضوعات كلها ماشية إزاي. لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أن أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. ده بيتكلم هنا نبوات عن المسيح، هي رسالة موجهة للعبرانيين اللي هم آمنوا بالمسيح وهم من أصل يهودي وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. بيتكلم عن المسيح، وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا تلتهب أو لهيب نار. أما عن الابن عن المسيح، عن الـ ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي جه في العالم، أما عن الابن فيقول: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة قضيب ملكك. يبقى ده المزمور ده بيشير إلى سيد المسيح. الكتاب المقدس أشار إلى أن هذا المزمور نبوات عن المسيح مش نبوات عن حد تاني. أحببت البر، أبغضت الاسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شرقائك. وأنت يا رب في البدء أسست السماوات والأرض، هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكالرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت وسنوك لن تفنى. وبيكمل إلى آخر الكلام في رسالة العبرانيين. فده الكتاب المقدس أشار إلى أن هذا المزمور نبوءة عن السيد المسيح له كل المجد. وأيضا في سفر الرؤيا زي ما قلت لكم في العبرانيين الصح الأول من عدد 9 أو من عدد 8 إلى وعدد 9، أنا قريت اللي قبليها واللي بعديها عشان نفهم الموضوع ماشي إزاي. أيضا في سفر الرؤيا أصحاح 19 ومن عدد 11 إلى عدد 21 بيشير إلى أن بيتكلم هنا عن الكنيسة أيضا اللي هي بتخاطب المسيح له كل المجد: بنات الملوك في تكريمك. هقرأ هذا الجزء من رسالة من سفر الرؤيا، وهرجع مرة أخرى نشوف المزمور بكل التفاصيل بتاعته، وإن كلام أخواننا اللي هم ذكروه كلام مش مظبوط. ثم رأيت سماء مفتوحة وأسفرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. أمين وصادق، فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وبالعدل يحكم ويحارب. وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. كلمة الله له أقنوم الكلمة اللي هو المسيح: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. الذين يشهدون في السماء هم ثلاث: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاث هم في الواحد. يدعى كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيضا ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم. من فمه يخرج سيف ماضي يضرب به الأمم، اللي هو تخلى سيفك على فخذك. وهنشوف إيه مقصود بفخذك. فهنا بتكلم عن السيف. السيف ده ويخرج من فمه سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، وهو سارعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على اسمه، وله على ثوبه، وعلى فخذه
على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى هنا هذا المزمور يشير إلى السيد المسيح له كل المجد كلمة الله. واضح قوي في الرؤية أصحاح 19 من عدد 11 لعدد 21، ورسالة العبرانيين أصحاح الأول من عدد 8 لعدد 9 أشار إلى هذا المزمور. وأيضا نرجع نشوف المزمور مع بعض ونشوف عشان إخواننا اللي بيعترضوا. أنت أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك بارك الله إلى الأبد. أنت أبرع جمال من بني البشر، ويرجع بعد كده يقول لكرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قديم الاستقامة قديم ملكك. فالمزمور ده بيشير إليه، بيشير إلى الله الظاهر في الجسد، عشان كده قال له تخلت سيفك على فخذك، تخلت سيفك على فخذك. السيد المسيح كل الآباء أشاروا إلى أنه هو أبرع جمال من بني البشر، لأنه جه أخذ جسد إنساني زينا، لكنه أبرع جمال من بني البشر لأنه لم يفعل خطية، لم يوجد في فمه غش. كلنا فعلنا الخطية، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلا طريق، والرب وضع عليه اسم جميعنا. كلنا كل واحد فينا خاطئ، كل واحد فينا ما هوش أبرع جمال من بني البشر. لا، الأبرع جمال من بني البشر السيد المسيح له كل المجد، الله يتظهر في الجسد. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قديم الاستقامة قديم ملكك. فكل الآباء أشاروا إلى أن هذا المزمور وهذا الكلام ينطبق على السيد المسيح، ليس أباء الكنيسة فقط، لكن أيضا من تكلموا من اليهود في وفسروا العهد القديم، قالوا أن ده مزمور من المزامير، زي ما قلت لكم المزامير المسيانية أو المزامير اللي تشير إلى السيد المسيح له كل المجد. أرجع أشوف على لما بيقول أنت أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، باركك الله إلى الأبد، تقل سيفك على فخذك، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قديم الاستقامة قديم ملكك. فأنت أبرع جمال من بني البشر، المسيح أبرع جمال من بني البشر. وبيتكلم هنا أنه هو زي ما شفنا أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب، ملك الملوك ورب الأرباب. فما ذكر من أوصاف في هذا المزمور ذكرها الكتاب المقدس، إن أيضا هذه الأوصاف على السيد المسيح له كل مجد، لا تنطبق على لا نبي ولا رسول ولا أي بشر أيا كان تنطبق عليه هذه النبوات أو هذه الصفات أو هذه العلامات اللي ذكرها. هذكر في زي ما احنا شفنا دلوقتي، قديم الاستقامة قديم ملكك، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، أحببت الاسم أبغضت الاسم أجل ما ذلك مسحك الله إلهك بذات الابتهاج أكثر من رفقائك، كل ثيابك مر وعود وسليخة من قصور العاج، سرتك الأوتار، بنات ملوك بين حظيانك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب وأوفير. الملكة عن يمينك بذهب وأوفير دي بيشير إلى الكنيسة. اسمعي يا ابنتي وانظري واميل اذنك وانس شعبك وبيت ابيك، فيشتهى الملك حسنك، الملك اللي هو الله حسنك، لانه هو سيدك فاسجدي له، اسجدي له. طبعا السجود ده لله مش لاي حد تاني، الرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. بنا السور اغنى الشعوب تتردى وجهك بهديه، كلها مجد ابنه الملك في خدرها، منسوجه بذهب ملابسها بملابس مترزه، تحضر إلى الملك في إثرها عذارة، صاحباتها مقدمات إليك، يحضرنا بفرح وابتهاج، يدخلنا إلى قرص الملك، عوضا عن آبائك يكون بنوك، تقيمهم رؤساء على كل الأرض، يدخلنا إلى قصر الملك، عوضا عن آبائك يكون بنوك، تقيمهم رؤساء في كل الأرض، أذكر اسمك في كل دور فدور، من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر وإلى الأبد. ده كلها نبوات عن
عن الله الظاهر في الجسد، عن المسيح مش عن إنسان. بيقول له تسجد بنات سور تسجد لك، أو تتعبد ليك بنات سور، أو تسجد ليك هذه العذارة، تحمدك الشعوب، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، بنات الملوك في تكريمك. دي كلها لا تدل على إنسان عادي، لكن تدل على الله الظاهر في الجسد. وفي المزامير بيتكلم على أنت أبرع جمال من بني البشر، فضى قلبي بكلام صالح، متكلم أنا للملك، لساني قلم كاتب ماهر، متكلم أنا للملك. ده ملك، ده أبرع جمال من بني البشر، ده الله، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، ده من يسجد له بنات السور، ده من يحمده الشعوب. فدي كل هذه الصفات التي ذكرت في هذا المزمور لا تنطبق على أي إنسان مهما كان ومهما ادعى، اللي بيختطف بس ويقتطع بس جزء كده من جملة ويجري. فهنا ملك، لا ده أشار إلى المسيح، مش بس ملك، ده ملك وملك الملوك. في مزمور مثلا 24، الرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالب الملتمسون وجهك يا يعقوب سلاه. سلاه دي يعني وقفة موسيقية عشان يغيروا التون أو اللحن بتاع المزمور. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. هنا بيشير إليه ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ مين هو ده ملك المجد؟ من هو ده الملك اللي هو بتقول متكلم أنا بإنشاء للملك، لساني قلم كاتب ماهر؟ مين هو ده؟ أنت أبرع جمال من بني البشر. مين هو الملك ده؟ بيشير إليه مرة أخرى، أقولها مرة تاني، مزمور 24 عدد 7، ارفعنا آيات الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا آيات الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. فدي كلها الرب، الله مش إنسان، مش إنسان، لا ده الرب، الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا، ارجع مرة تانية، ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارفعناها أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد، رب الجنود هو ملك المجد. ده مش إنسان عادي، ده رب الجنود، ده الرب القدير الجبار، الجبار في القتال، هو ملك المجد. إيه القتال اللي دخله؟ وإيه السيف اللي استخدمه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. فنشوف هنا كلمة الملك، متكلم أنا بإنشاء للملك، لسان قلم كاتب ماهر، دي بتشير إلى السيد المسيح اللي هو اللي جه وأخذ جسد إنساني ودخل بهذا الجسد إلى الأبواب الدهريات، اللي هو هذا المزمور أو هذا الجزء من المزمور بالذات بنستخدمه وإحنا في الكنيسة في يوم عيد القيامة، قبل ما بنعمل الزفة بتاعة القيامة في الجزء اللي احنا بنسميه تمثيل لما حدث في القيامة أو قبل القيامة، عندما السيد المسيح له كل المجد نزل إلى أقسام الأرض السفلى وأخرج آدم وبنيه من الفردوس، من الجحيم إلى الفردوس. فبنستخدم هذا المزمور وكأنه إشارة إن ده ملك الدهور الذي دخل معركة وانتصر فيها وجاي ياخد الأسرى اللي هم بتوعه اللي كانوا معصرين تبع هذا اللي دخل معاه في حرب، والحرب دي كانت طبعا حرب الصليب زي ما احنا هنشوف مع بعض. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد. فالملك هنا اللي بيتكلم عنه داود هو
ملك المجد، هو الرب الإله القدير الجبار، هو الله الذي تجسد أو دخل إلى العالم متجسدا وحارب رئيس هذا العالم الشيطان وانتصر وخرج غالبا ولكي يغلب، وخرج غالبا ولكي يغلب. مزمور 101 عدد الأول بيتكلم أيضا: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. من هم أعداءك دول يا رب؟ من هم؟ من هو الرب اللي قال لربي؟ الآب قال للابن، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ولا اللاهوت قال للناسوت؟ ايا كان المعنى اللي البعض فيكم في ذهنه، لكن دي اشاره الى ان الرب ليه اعداء، وهؤلاء الاعداء اللي قالوا كده اعضى اعدائك تحت قدميك، اعدائه اللي تحت قدميه اللي هو تمكن من النصر عليهم بسيف فمه زي ما احنا شفنا، او انتصر عليهم بسيف الكلمه اللي هو كلمه الله. ده مزمور 110 وعدد الأولاني. وفي أيضا مزمور بيوضح الكلام ده الحقيقة، مزمور اتنين لما بيتكلم على هذه المعركة، ولأن الإخواننا اللي بيتكلموا إن هذا المزمور تخلى سيفك على فرسك، بيتكلم وكأنه ده واحد استخدم السيف فعلا وقتل في الناس، فدي نبوة عنه. لا، هنا لا يتكلم على قتل الناس، لأن الرب الله قال لا تقتل، الوصية قال لا تقتل. فهنا دي إشارة إلى حرب فعلا دخلها، بس حرب ما هياش قتل إنسان لإنسان، لكن حرب مع عدو الخير الذي كان متسلط على البشرية، وإذا هي حرب الصليب وانتصر يعني. لماذا ارتجت الأمم؟ مزمور 2 وعدد الأول. وتفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، على الرب وعلى مسيحه، قائلين لنقطع قيودهما ونطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك بهم ويستهزئ بهم، الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، إن أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، اللي أشار إليها في رسالة العبرانيين أيضا. أنت ابني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم مراسا لك وأقاس الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسيرهم. فكل الكلام ده في هذا المزمور، المزمور اللي قبليه والمزمور اللي احنا قرناه والآيات اللي قرناها في الكتاب المقدس دي كلها تشير إلى السيد المسيح له كل المجد، اللي هو ملقب باللي هو الرب واللي هو القدير واللي هو ملك الملوك ورب الأرباب، والنصر اللي انتصر بها اللي هو على أعدائه اللي هم مملكة الشيطان وأتباع الشيطان، مملكة الشيطان وأتباع الشيطان. أرجع مرة أخرى لمزمور 45: أنت أبرع جمال من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك بارك الله إلى الدهر، فهو المبارك، فهو مبارك الأبد الأبدين ودهر الدهرين. هو ربنا، هو إلهنا، هو مخلصنا، هو فدينا، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي الخليقة كل ما تحتاجها، هو الله الظاهر في الجسد الذي خلق البشرية كلها، ما فيش حد تاني عمل كده غيره هو. فلما يقول له أنت أبرع جمل من بني البشر، لأن هو أخذ جسد بشري، أخذ جسد بشري. وفي بقية المزامير بيكمل الحقيقة عن صفات هذا الإله الحقيقي، صفات هذا الإله الحقيقي. على سبيل المثال مزمور 72: يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل أمم الأرض، يطوبونه
مبارك الرب، الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، مبارك اسم مجده إلى الدهر، ولمتلئ الأرض كلها من مجده، أمين ثم أمين. مزمور 72 من عدد 17 إلى عدد 19. فهنا بيتكلم هنا على واحد من بني إسرائيل، مش واحد خارج عن بني إسرائيل. يعني هذا الإله، هذا الملك، هذا الذي سيدخل حرب ضد عدو الخير، ده واحد من بني إسرائيل، مش واحد خارج عن بني إسرائيل. مرة تانية، يكون مزمور 72 عدد 17 ل 19، يكون اسمه إلى الدهر، اللي هو بيتكلم على، احنا شفنا هذا الإله أبرع جمال من بني البشر، إن سكب الثناب على شفتيك، بركك الله إلى الأبد، أو إلى الدهر. هو نفس الكلام، يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، وتباركون به كل أمم الأرض ويطوبونه. مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، مبارك اسم مجده، مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، إله إسرائيل اللي هو جاي من نسل إسرائيل، مبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتر الأرض كلها من مجده، أمين ثم أمين. فلما يجي يقول تقل سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهائك، هذا الكلام هنشوفه مع بعض في العبري معناه إيه، هنشوف مع بعض في العبري معناه إيه. كلمة جلال، كلمة جلال، تخلد سيفك على أيها الجبار، جلالك وبهائك. كلمة جلال اللي هي هود، ومن الأصل بتاعها معناها عظمة أو مظهر أو جمال أو صاحب سعادة أو صاحب مجد أو صاحب شرف، أو الجلال والبهاء اللي سماه هود. وبهاء اسمها هاوداور، هاوداور أو هاودار، ودي معناها روعة أو جمال، أو أيضا صاحب سعادة مرة أخرى، أو مجيد، أو مجد، أو بهاء، أو شرف، أو جلال. ودي استخدمها داود فقط للإشارة إلى الله فقط، عندما استخدمت هذه التعبيرات اللي هي هاوداور أو هود، استخدمت فقط عندما يصف صفات لله، عندما يصف صفات لله ليست لإنسان. فعشان كده هذا المزمور زي ما احنا قلنا ده من مزامير الماسيانية. على سبيل المثال هذه التعبيرات استخدمت في المزامير الآتية، مزمور 8 عدد الأول، أيها السيد أو أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. جلالك فوق السماوات، جلالك وبهائك، الكلمة دي هنا دي إشارة إلى الله فقط، جلالك فوق السماوات، ده الله بيشير إلى الله، دي تخص الله لا تخص إنسان. مرة أخرى مزمور 8 عليه الأولاني، أيها السيد أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك على كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. مزمور 8 على 9 أيضا، أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك على كل الأرض، نفس المزمور على 9، مزمور 8. ومزمور 21 من عدد 4، حياة سألك فأعطيته، طول الأيام إلى الدهر والأبد، عظيم مجده بخلاصه، مجده بخلاصه، خلاص اللي هيقدمه لنا، جلالا وبهاء تضع عليه، ده اللي هو المسيح، لأنك جعلته بركات إلى الأبد، تفرحه ابتهاجا أمامك. دي كلها هذه التعبيرات أو اللي استخدمت في تخلى سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك، أيها الجبار، جلالك وبهائك، جلالك وبهائك، دي تعبيرات تخص الله، وخصصت للمزامير تشير إلى السيد المسيح له كل المجد. سميناها قبل كده مزامير ماسيانية، يعني مزامير بتشير إلى السيد المسيح، مسيح في العبري أو مسيح في العربي.
أو مسيانية، يعني حاجات خاصة بالمزامير، نبوات خاصة بالسيد المسيح اللي هو كل المجد قبل مجيئه، أو بتشير إلى مجيئه، أو تشير إلى عمله، أو تشير إلى جبروته، أو تشير إلى من هو هذا المسيح اللي احنا بنعبده. مزمور 29 على 4: صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب بالجلال. مزمور 96 على 5: لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدم للرب يا قبائل الشعوب، قدم للرب مجدا وقوة، قدم للرب مجدا وقوة. مزمور 96 من عدد 5 لعدد 9، من عدد 7. مزمور 104 بيتكلم أيضا على هذه الجملة، الجلال والمجد خاصة بالله. باركي يا نفس الرب، يا رب إلهي، قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست، مجدا وجلالا لبست. ومزمور 111 على 3: جلال وبهاء عمله وعدله دائم إلى الأبد. الكلمة اللي احنا شفناها مع بعض، جلال ومجد في العبري اللي شفناها، وهكررها مرة أخرى، الكلمة اللي موجودة في العبري وشفناها مع بعض، هود أو هودي وهدار أو هدار، هود وهدار. الكلمتين دول استخدموا لله فقط، اللي هي تخلى سيفك على فخذك أيها الجبار، جلالك وبهائك، جلالك وبهائك، ما مش لأي إنسان. مزمور 111 على 3 مرة أخرى: جلال وبهاء عمله وعدله دائم إلى الأبد. مزمور 145 على 5: بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. مزمور 145 عدد 12، كلها تعبيرات على الله مش الإنسان، مش الإنسان. فهذه تشير إلى الله، هذه نبوة لله، الله الظاهر في الجسد. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد اللي هو سيد المسيح اللي جه ودخل معركة مع عدو الخير ومملكة الظلمة وانتصر وخرج غالبا ولكي يغلب. مزمور 145 عدد 5: بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. مزمور 145 عدد 12: ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ومجد جلال ملكك. مزمور 148 عدد 13 بيشير برضو إلى هذا المجد والجلال: يسبحوا اسم الرب، يسبحوا اسم الرب، لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق السماوات والأرض، مجده فوق السماوات والأرض. هو نفس الكلمة التعبير ده تخص الله فقط. فبعد ما شفنا هذه الأمور أنها تخص الله أو تخص السيد المسيح له كل المجد، نرجع نشوف إيه مقصود بتقلد سيفك على فخذك، تقلد سيفك على فخذك. أول مرة نشوف كلمة سيف، نشوفها الحقيقة في سفر التكوين، في سفر التكوين، وسفر التكوين أصح 3 من عدد 24: فطرد الإنسان أو فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. تكوين 3 على 24 مرة أخرى: فطرد الإنسان وأقام أو فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب، الكاروبيم نوع من الملائكة، ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. تكوين 3 من عدد 24. فهنا الحقيقة المرنم عايز يشير إلى حاجة: تخلى سيفك على فخذك
أيها الجبار جلالك وبهائك على فخذك. هنا كروبيم معاه سيف لحراسة طريق شجرة الحياة. عندما سقط أبوين الأولين في الخطية حصل هنا طرد من الجنة، حصل هنا طرد من الجنة. جاء وكان مع الكروبيم سيف، جاء من سيعيد الأبوين الأولين أو يعيدنا كلنا إلى الفردوس مرة أخرى، بس هو جاي المرة دي مش السيف بتاعه متقلب لحراس طريق شرقة الحلنة، سيفه على فخذه. إيه المقصود بسيفه على فخذه اللي هنا أشار إليها الآباء، اللي هي تجسد السيد المسيح له كل المجد، تجسد السيد المسيح له كل المجد. فالمرنم هنا الحيوي بيربط ما بين ملك الملوك ورب الأرباب، أبرع جمالا من كل بني البشر، القدير القوي الجبار، الجبار في الحروب. وده هو ده اللي جاي عشان يعيدنا مرة أخرى إلى الفردوس، ويعيد البشرية مرة أخرى ويقودها في معركة، وسينتصر في هذه المعركة اللي هي معركة الصليب. والكتاب المقدس الحقيقة في بقية الأسفار لما نيجي على 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 كلمة سيف، كلمة سيف، وأنا أريد جزء منها في سفر الرؤيا صح 15 صح 19، لما نيجي لكلمة سيف بيشير إلى السيف اللي هي الكلمة الخارجة من فم الله، الكلمة الخارجة من فم الله. في هارة مرة أخرى سفر الرؤيا 19 على 15، ومن فمه، من فم الله، من فم الابن، يخرج سيف ماضي، سيف ماضي، السيف ماضي لكي يضرب به الأمم، يضرب بهم الأمم، سيف من فمه يضرب به الأمم. وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة سخط وغضب الله القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. مين ده؟ ده المسيح، ده اللي هو سيفه، تخلى سيفك على فخذك، هو ده اللي جاي واخد جسد إنساني، لأن الفخذ هنا بتشير إلى التجسد، الفخذ هنا بتشير إلى التجسد، هو ده اللي جه متجسدا وبالإجماع عظيم وسر التقوى، الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا، رأينا مجده مجد كما الوحيد مملوء نعمة وحق. هو ده الابن، هو اللي جاي ده معاه سيف، وهو سيدوس معصرة سخط وغضب الله القادر على كل شيء. هو ده المعركة اللي دخلها وخرج ومنتصر، ورأى الله فيه خطايا البشرية كلها، ورأى الله فاشتمه على المساء وقت الجلجسة، اشتموا على المساء وقت الجلجسة، اشتموا في المساء على الجلجسة عندما صعد السيد المسيح على الصليب ومات من أجل البشرية. فرأى الله فيه كل خطايا البشرية، هو ده الداس معصرة سخط غضب الله القادر على كل شيء. رؤية 19 عدد 15. وفي نفس الـ أنا قريت الجزء ده، لكن بس هشير بس إلى الإشارات إلى كلمة سيف. والباقون، رؤية 19 عدد 21 بيقول والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. فإخواننا اللي بيقول لك وبجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعوة والعدل والبر، فتريك يمينك مخاوف، نبلك المسكونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. إزاي هيموت الناس دول بالسيف غير واحد تاني مش هو المسيح اللي قتل الناس؟ لا، ده هنا مقصود بيها بالسيف الكلمة، بسيف الروح اللي هقراها مرة أخرى، رؤية 19 عدد 21 عشان نفهم الموضوع كويس. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج
من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. رؤيا أصحاح 19 ومن عدد 21. وهذا السيف أشار إليه الحقيقة الكتاب المقدس في رسالة أفسس أصحاح 6 ومن عدد 17، وخوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. سيف الروح الذي هو كلمة الله. الحقيقة الكتاب المقدس لما اتكلم على السيف اتكلم نحن في معركة، لكن هذه المعركة ليست معركة باللحم والدم، معركة زي اللي حاصلة أو المعارك اللي حاصلة بين الجيوش مع بعضها، لا، احنا في معركة روحية، معركة روحية. في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 6 من عدد 10: أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فهنا سلاح الله الكامل مكايد إبليس، ده العدو بتاعنا. فإن مصارعتنا، الحرب بتاعتنا، ليست مع لحم ودم، أو ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولات العالم، مع ظلمة، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك، طبعا احنا أجناد الشر الروحية في السماويات، من أجل ذلك احملوا سلاح الله، احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد ذلك تتمموا، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ومنطقين أحقائكم بالحق، لابسين درع البر، درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. من هو كلمة الله؟ المسيح. سيف الروح هو ده، أو الكلمة المتجسد. مصلين بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعيني بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لعلم جهارا بسر الإنجيل، الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. فهنا بيقول مصارعتنا ليست مع لحم، مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولات العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. هي دي الحرب بتاعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فهنا سيف الروح الذي هو كلمة الله. ومرة أخرى في رسالة العبرانيين أصحاح 4 ومن عدد 12 بيتكلم على فعالية هذا السيف أو فعالية هذه الكلمة، لأن كلمة الله حية وفعالة، اللي هو المسيح أو كلمته اللي بيبعتها، يعني حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. فهنا كلمة الله زي السيف تؤكد أنه ليس هذا الكلام مزمور تخلى سيفك على فخذك، ليس هذا إشارة إلى إنسان بشري ولا إشارة إلى إنسان مهما كان، لكن دي إشارة إلى الله الظاهر في الجسد. ولما بيكمل حياة في نفس المزمور: بجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعاء والبر، فطريق يمينك مخاوف. هنا بيتكلم عن صاحب هذا الجلال والبهاء، صاحب هذا الجلال والبهاء
اللي هو ليه حق مطلق ووداعة وبر، وهو لا تعني ان هو واحد ممتطي يعني فرس عادي او حيوان عادي، لا ده هو الله ظاهر في الجسد اللي جه واخد جسد انساني. فلما بقول هنا اركب من اجل الحق وادعى، كمان كلمه ركب او ركوب معناها يركب، ياخذ مكان مرتفع او ياخذ او يجلس او ياخذ سلطان، ياخذ سلطان. فدي اشاره الى بعد ما دخل معركه الصليب وخرج غالبا ولكي يغلب، خرج منتصرا واخذ سلطان الجلوس عن يمين الله في الاعالي. والكتاب المقدس بيشير الى الكلام ده الحقيقه في على سبيل المثال سفر التثنيه صحيح 32 على 13، اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء وارضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر. وأشعياء 58 على 14، فانك حينئذ تتلذذ بالرب واركبك على مرتفعات الارض واطعمك ميراث يعقوب ابيك لان فم الرب تكلم. فدي كلها يقصد بيها ان هو يركب هنا يعني مرتفع او في منزله اعلى او في مكان اعلى من الارض، اللي هو السيد المسيح عندما صعد الى السماوات بعدما خرج غالبا ولكي يغلب. مرة أخرى السيد المسيح كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قديم الاستقامة قديم ملكك. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قديم الاستقامة قديم ملكك، من منذ البداية الكنيسة فهمت أن هذا إشارة إلى الصليب، وهذا المزمور بالذات كرسيك يا الله يمكن الكلمة بكسرونس في الإبتي بنرنمه بلحن طويل، لحن في جمعة الجمعة العظيمة، وأيضا بيرنم هذا اللحن أيضا يوم خميس العهد أيضا نفس اللحن، لأن المسيح هنا قدم الخلاص أو بيشير إلى الخلاص اللي قدمه إشارة إلى جسده ودمه اللي هو أعطاه للتلاميذ يوم الخميس خميس العهد، ويوم الجمعة هو اللي مات بجسده، وبالتالي تمم لنا الخلاص. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قديم الاستقامة إلى قديم ملكك. والمزمور يحمل الحقيقة من أروع المزامير والرنمات الكنيسة بلحن يحمل معنى النصرة ويحمل معنى القوة ويحمل معنى تتويج ملك متوج، ملك متوج اللي هو على الصليب. هي دي المعركة التي انتصر فيها، تخلى سيفك على فخذك بجلالك أيها الجبار، بجلالك وبهائك أو جلالك وبهائك، وجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعاء والبر، فطريق يمينك مخاوف، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قديم استقامة قديم ملكك. فهنا السيد المسيح فقط هو ده اللي مات على الصليب، هو ده اللي صعد إلى السماء، ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء الذي هو في السماء أيضا. فهو ده قديم الاستقامة اللي هو الصليب، على عود الصليب مات السيد المسيح وتمم الفداء وتمم الخلاص. أرجع مرة تانية أو ثالثة أشير إلى ما ذكره الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين الأصحاح الأول على 8، أما عن الإبن اللي هو المسيح اللي هو الكلمة الأزلي، أما عن الإبن فيقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قديم استقامة قديم ملكك. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قديم استقامة قديم ملكك. فدي كل هذه الصفات لا تنطبق على إنسان عادي، كل هذه الصفات لا تنطبق على إنسان، ولا حتى هذا الإنسان لو كان هذا الإنسان أيضا لا تنطبق عليه، فلازم يكون إله ومن جه من بني إسرائيل أو من إسرائيل. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك بارك الله إلى الدهر.
ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح هو أبرع جمال من بني البشر. نعم السيد المسيح له كل المجد، تخلى سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهائك. نعم يتكلم عن السيد المسيح اللي هو هنا السيف الروح، سيف الحق، سيف الكلمة التي غير بها البشرية، السيف مش قتل للناس لكن هنا جاء ليحيي الناس، جاء ليحيي الناس. فالنبوة هنا نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، السيد المسيح له كل المجد، الشعوب الذين سقطوا تحته اللي هم لم يؤمنوا به ولم يؤمنوا أن هو جاء ومات من أجل البشرية، البار لأجل الأسمة. بيكمل المرنم الحقيقة البعض اللي هو بيحاول يستخدم عبارات وتعبيرات عشان يثبت ان هي دي مش عن المسيح، لا هي كلها عن المسيح. بيتكلم في مزمور 21 انك تجعلهم يتولون تفوق السهام على اوتارك تلقاء وجوههم. ارتفع يا رب بقوتك، ترتفع نرنم ونغنم وننغم بجبروتك. فهنا السهام دي تفوق على الاوتار، تفوق على نتكلم عليها تفوق على الاوتار اللي هو الكلام يعني اللي هو الوتر بعزف يعني. نفسي بين الاشبال، اتجع بين المتخذين بني ادم، اسنانهم اسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي، لسانهم سيف ماضي. فهنا الكلمه نفسها بيشير لها هنا الى سيف ماضي. مزمور 57 عدد 4 ومزمور 64 عدد 3 الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف، فكلمة هنا كلمة ألسنتهم كالسيف دي إشارة إلى اللسان، الكلمة اللي طالعة من اللسان. وبعدها برضو نفس الكلام بيتكلم سهامهم كلاما مر. أشعية 13-4 صوت جمهور على الجبال، شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب. فهنا صوت جمهور على الجبال، شبه قوم كثيرين اللي هو أصواتهم زي ما يكون جيوش، اللي هو الترانيم أو التسبيح أو الإنسان اللي هو بيتكلم كلام مع أو ضد الإله. أيضا في الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا لوقا صح 6 من عدد 17 بيقول كده، ونزل معهم وقف في موضع سهل هو جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية أورشليم وساحر سول وصيدا الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم. فهنا شعوب تحتك يسقطون، شعوب تحتك يعبدوك، هنا شعوب كثيرة مش بس بني إسرائيل لكن أيضا منصور وصيدا وإلى أمم آخرين. أعمال الرسل 6 عدد 7 وكانت كلمة الرب تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان، كهنة اللي هم بتاع العهد القديم. الآن نرى المسيحية موجودة في كل العالم، شعوب كثيرة طبعا، ما فيش شعب ما فيهوش ناس مسيحيين مؤمنين بالمسيح. أعمال 14-1 وحدث في أيقونية أنه دخل معا إلى مجمع اليهود تكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، يهود يونانيين أم نعم شعوب كثير طبعا. أعمال الرسل 17-4 فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة ومن اليونانيين متعبدين جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. دي كلها تشير إلى شعوب تحتك يسقطون أو شعوب كثيرين يطعونك. أيضا لما بيتكلم على مملكة الشيطان إنها المسيح كان في حرب وانتصر، نعم في كورنثوس الأولى 15-55 أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. غلبتك يا هاوية، الهاوية اللي هو الجحيم أو القبر اللي كان فيه الناس اللي هم ماتوا على رجاء القيامة
ما قبل مجيء السيد المسيح، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فين الغلبة بتاعتكم؟ فين الشوكة بتاعتكم؟ ما فيش. أن السيد المسيح كسرها بسيف الروح الذي خرج من فمه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. في أيضا عدد 9 بيقول: بنات ملوك منحزيانك، جاءت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. دي بيشير إلى الكنيسة، وأنا اتكلمنا على هذا الكلام في 25 حلقة اتكلمت فيها حول سفر نشيد الأناشيد. أي حلقة من الحلقات اسمعها حضرتك هتعرف إن احنا بنتكلم الكنيسة بيخاطبها كأنها عروس، أو هي عروس للمسيح له كل من قدم فيها مهر غالي دمه وفداها على الصليب. فدخلت الكنيسة إنها كأنها عروس للمسيح، زي بالظبط كده الإنسان بيكون فرحان بعروسه، أو العروسة العروس فرحانة بعريسها. بنات ملوك بن حزياتك، جاءت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. اسمعي يا بنت وانظري وأميلي سمع أذنك، وأنسى شعبك وبيت أبيك، فيشتهى الملك حسنك لأنه هو رأس سيدك، فاسجدي له. فهنا مفيش واحدة ست بتسجد لجوزها، مفيش حد آية بيقول اسجدوا، السجود بس لله. فهنا دي مقصود بيها العريس الذي سنسجد له. من هو الذي يستحق السجود؟ هو الله. فبالتالي هي تؤكد المعنى اللي احنا قلناه من شوية. السيد المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد. نعم، هو من تقلى سيفه على فخذه اللي هو أخذ جسد إنساني، تقلى سيفه على فخذه اللي هو خرج وانتصر بمعركة الصليب، سيف الروح أو سيف الكلمة، الذي السيف الذي هو كلمة الله اللي هو المسيح له كل المجد، وانتصر في هذه المعركة وخرج غالبا ولكي يغلب. جلالك وبهائك تشير إلى الحديث بس فقط عن الله وليس عن أي آخر. بجلالك اقتحم، اركب من أجل الحق والدعاء، الحق والدعاء والوداعة هو بالبر، فتريك يمينك مخاوف. هو المسيح جينا هنا بالحق وبالوداعة، ومات على الصليب وفدى البشرية وخلص من كانوا تحت سيطرة الشيطان. فهو أبرع جمال من بني البشر. نعم، هو قوة الله. نعم، زي ما أشاروا الآباء، المسيح هو قوة الله، كورنثوس الأولى 1:15 وكلوسي 2:15. إذ جرد الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، بهم فيه بالصليب، هو انتصر بهم في الصليب لما احنا قلنا معركة الصليب. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة لمفرق النفس والروح المفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونيات، عبرانيين 4:12. سيف الروح الذي هو كلمة الله، أفسس 6:17. السيد المسيح استخدم هذه الكلمات في الصليب وفي التجربة أيضا، عندما جاء وأخذ جسد إنساني في أول حاجة في التجربة على الجبل، وفي كل الأحاديث أو الحوارات بينه وبين الآخرين كان بيستخدم الكلمة، كان لا يستخدم إلا الكلمة، لم يستخدم حاجة ليقنع اللي قدامه بالعافية، لا، هو خلق عقل الإنسان واحترم هذا العقل، وبالتالي كان بيتكلم معاه فما لفم، ومن اقتنع بكلامه أو من لم يقتنع، من آمن به أو من لم يؤمن، ده حاجة كل واحد ترجع لكل واحد. لكن هنا أنا بشير إلى أن كلمة سيف الروح الذي هو كلمة الله، والكلمة دي المسيح نفسه هو إقنوم الكلمة، هو استخدم أيضا الكلمة في التجربة على الجبل، واستخدم هذا عندما جاء وأخذ جسد إنساني. ألخص بعض الآيات مرة أخرى التي إشارت إلى كلمة سيف.
تكوين 3:24 فطرد الإنسان وأقام شرخ جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة شجرة طريق شجرة الحياة. فهنا الكروبيم وسيف اللي أشار إليها بعد كده شفنا اللي هو المسيح جاء لكي ما ينتصر وعلى بالكلمة، ينتصر بالكلمة مش بس يقتل. هو كانش كان جاي يقتل، هو هنا قال سيف لحراسة طريق شجرة الحياة، ان هو خلاص انت تقعد هنا ليه؟ ليس لك وجود. فطرد آدم خارج الفردوس، انت عملت خطأ، اردت انك تتواصل مع الشيطان وتقطع علاقتك بالله، تقطع علاقتك بالحياة وتتواصل مع الظلمة، تواصل مع الظلمة لكن لا تمس شجرة الحياة. ده السيف اللي مقصود بيها سيف لهيب سيف متقلب حراسة طريق شجرة الحياة. تكوين 3:24 رؤيا 19:15 ومن فمه من المسيح يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، وهو سرعهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة سخط وغضب الله القادر على كل شيء. معصرة سخط وغضب الله القادر على كل شيء، اللي هو خرج في معركة الصليب وانتصر. رؤيا 19:21 أيضا والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، السيف اللي خارج من فمه اللي هو الكلمة، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. وأفسس 6:17 مرة أخرى خزت الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، سيف الروح الذي هو كلمة الله. وعبرين 4:12 مرة أخرى إن كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين وفارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته، مميزة أفكار القلب ونياته. عبرين 4:12 ورؤيا 2:16 فتب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي، أحاربهم بسيف فمي. والآباء أشاروا إلى المعركة اللي بتحصل ما بيننا وبين عدو الخير، أن يعني بيجي عدو الخير عشان يقنع أي واحد فينا بأفكاره ويقنع أي واحد فينا بالخطية كويسة، يقول له تعمل كذا، ده مش عارف هتشوف كذا، هتحصل إيه، يحصل إيه. هو دي الحرب اللي هو عدو الخير حبي يجربها مع المسيح في التجربة على الجبل وبيجربها معانا. والآباء كلهم الحقيقة أنا يمكن عشان بس الوقت دهمنا أو الوقت خلص، يعني مش هنقول دهمنا عشان بس الوقت خلص. الآباء كلهم أشاروا إلى أن الحرب معركتنا أو حربنا مع أجناد الشر الروحية أو عدو الخير لما بيجي بيحط كلامه في ودانا زي السيف بالظبط اللي هو بيقتل بيه، زي السيف اللي هو بيقتل بيه، زي ما ربنا له المجد جه وبسيف الروح أو بكلمته انتصر وخرج غالبا ولكي يغلب. نستخلص من الكلام اللي قلناه ده كله ان هذه النبوءة لا تشير الى انسان ولا الى نبي ولا الى رسول ولا الى اي احد، لكنها هي من المزامير المسيانية التي تشير الى السيد المسيح له كل المجد. للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس كل مجد واكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان ولظهر الظهور كلها أمين. أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يصنع فليقل تعال، ومن يأتي فليأخذ ماء حياة مجانا. أمين أمين أمين.